السلام عليكم. موقع مجاني فيه قصص كتيرة مجانية للأطفال، فيها قصص حلوة. هو حتى أنا مقسمها حسب أنت عايز، مثلا قصص من أمريكا الجنوبية، قصص من الصين، قصص من أفريقيا، قصص مثلا من ميدل إيست، الشرق الأوسط. أنواع مختلفة جدا من القصص، مجاني. طيب خلينا مثلا نختار من أفريقيا. تبدأ بقى تختار القصة. في قصص من مصر، من مالي، من نيجيريا، وليكن مثلا نختار القصة ديت. فيبدأ يجيب لك قصة، تقدر ان انت مع كتر قراءة القصص وكلمات كتيرة بتبدأ تتعلمها جديد، تبدأ ان انت تتعلم اللغة الإنجليزية وانت برضو بتحكي قصص للأطفال.